النهاردة أبرز أخبارنا عن حقل ظهر وبدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الأبار البحرية للمحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل في بورسعيد. وزير البترول طارق الملا وصف الحدث بأنه بيعد فعلا علامة فارقة في تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة والغاز المصري بصفة خاصة. وده طبعا بعد نجاح انتاج وضع باقورة انتاج ظهر على خريطة الانتاج العالمي في وقت قياسي غير مسبوق، مقارنة طبعا بالاكتشافات الغازية الكبرى الممثلة في دول العالم. طبعا حقل ظهر لو حضراتكم تفتكروا كده تم اكتشافه في نهاية أغسطس 2015 وهو الأكبر في البحر المتوسط. كل الصحف سواء كانت المحلية أو العالمية الحقيقة كاتبة عن هذا الموضوع المهم، بس حبيت أبدأ بيه كده عشان احنا محتاجين قوي اليومين دول طاقات إيجابية، فقلت أديكم طاقة إيجابية كده إن في بشرة خير مع بداية العام القادم إن شاء الله 2018 وإحنا على مشارف العام الجديد. خلونا بقى نشوف بكرة الصحف بتقول إيه. اليوم السابع بدايتنا أشارت لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة القوات الفرنسية القوات المسلحة الفرنسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال هذا اللقاء قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية وأشاد بالتعاون الوثيق القائم بين البلدين في المجال العسكري، وأعرب طبعا عن التطلع إلى تطوير هذا التعاون في الفترة القادمة. روزا يوسف بقى كتبت عن اجتماع اللي بيضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر واللي هيعقد غدا في تونس، وده استكمال للمباحثات الدورية اللي بتعقد عن الأوضاع في ليبيا. كتبت تحت عنوان شكري في تونس لبحث الأوضاع الليبية، وزي ما قلت لحضراتكم ده اجتماع دوري بيعقد بصفة مستمرة علشان يوصلوا لحل جذري حول ليبيا. جريت الأخبار تمت بحديث وزير الخارجية سامح شكري للمفوض الأوروبي للهجرة. شكري أكد في هذا الحديث أن مصر بترفض إقامة معسكرات للاجئين على أراضيها وبتحرص على دمج كل اللاجئين في المجتمع. كمان استقبل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمكتبه المفوض الأوروبي، وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي، وده في ضوء التحديات الأمنية اللي استجدت في منطقة الشرق الأوسط. اليوم السابع بقى ركزت على عودة السياحة الروسية، وكتبت تحت عنوان 3 ملايين سائح روسي يعودون لمصر مرة أخرى، وقالت إن في توقعات بعوائد تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى في 2018، والقطاع السياحي خطوة على الطريق الصحيح واستعدادات أمنية ومنظومة صارمة حول هذا الموضوع. ومعانا عبر الهاتف الأستاذ علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية والخبير السياحي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. خليني أعرف كده إمتى ممكن تعود السياحة الروسية بالفعل، وإيه مغزى عودتها مرة أخرى إلى مصر؟ أولا مساء الخير. أولا الاتفاق اللي تم بين وزير الطيران المصري ووزير الطيران الروسي في الاتفاق هو بعودة الطيران الريجولر اللي هو العادي اللي هو بين يربط بين موسكو وبين القاهرة، وده لنقل الركاب العاديين ونقل البضائع. ما الاتفاق لم يشير من قريب او بعيد برجوع الطيران العارض الى الغردقه او شرم الشيخ او مرسى علم. فبالتالي ده فهمتني سابق لاوانه ان احنا بنقول السياحه الروسيه هتعود. انا اتمنى ان السياحه الروسيه ترجع. انك بتجيب لي 3.5 مليون سايح، فهي صحيح سياحه رخيصه ولكن بتعمل لي رواج وتعمل لي دعايه خارجيه بتقول ان في ارض الكنانه في امن وامان، بدليل ان في سياحه بالاعداد والارقام اللي هي بتمثل 3.5% من السياحه، يعني بتساعدني دعايه قويه جدا وتمحي الصوره الخاطئه اللي في الخارج ان هناك فوضى في البلد ولكن هناك امن وامان، والدليل على ذلك رجوع السياحه. احنا نتمنى ان السياحه الروسيه ترجع مدينة. لكن الاتفاق انا بنركز على الاتفاق باني انا طبعا المطبخ السياحي والقطاع السياحي، الاتفاق بيتركز على رجوع الطيران العادي من موسكو والقاهره والبضائع فقط لا غير، ولم يشير الى رجوع الطيران العادي. انا اتمنى هذا الكلام. ده طبعا استعدادنا احنا
كمنشآت سياحية، أنا بقول طبعا وده بسر على هذا الكلام، إحنا غير مستعدين، وبقولها على الهواء، إحنا غير مستعدين لاستقبال هذا العدد، لأن المنشآت السياحية غير يعني مؤهلة حاليا، لأن إحنا مرينا بسبع سنين عجاف ولم يتم فيها الصيانة والعمالة المدربة مشيت. ليه؟ لأن ما فيش توفير سيولة من جانب الحكومة لهذه المنشآت لإعادة الصيانة والمحافظة على العمالة المدربة، لأن إحنا كمنشآت أصحاب منشآت سياحية حافظنا على العمالة لمدة خمس سنين أو أربع سنين ولم نستطيع أن نحافظ على العمالة المدربة أكثر من هذا، وطلبنا من الحكومة مرارا أن توفر لنا السيولة عن طريق البنك المركزي لعمل الصيانة، لأن عندنا حوالي 400 مليار جنيه كاستثمار في القطاع، فلابد نحافظ على هذا الاستثمار. فبالتالي احنا كرجوع، اي رجوع سياحة كان من روسيا او من اي رجوع سياحة طبقا للاعداد اللي كانت بتاتينا في 2010، طبعا هيحصل عندنا مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا، ان هتوجد ان ناس هناك عمالة مدربة ولا جودة في الصيانة بالنسبة للمنشآت السياحية. ولكن نتمنى عودة السياحة، وكلنا طبعا بنتكاتف على ان السياحة الروسية ترجع بكثافتها باذن الله. انا براجع كل الاخبار المكتوبة ان لا في 3 ملايين سائح وعودة السياحة الروسية، يعني كل الأخبار المكتوبة في الصحف دي مش صحيحة؟ يا فندم أنا بقول، الاتفاقية اللي تمت النهاردة، حضرتك بتقول عن اتفاقية لكن ما عندكش أي معلومة إن في سياحة جاية من روسيا ولا لا؟ لا طبعا انا ما عنديش ولا معلومه، ولا اي حد عنده معلومه، ولا حد يجزم بهذه المعلومه، لان طبقا للاتفاقيات، في اتفاقيه موجوده بين دلوقتي الحكومه المصريه والحكومه الروسيه، ان عوده اولا في فبراير اللي جاي عوده السياق الطيران العادي اللي هو اير فلوت ومصر الطيران، وده بيمثل الركاب العاديين والبضائع حتى الان، ده المعلومه اللي موجوده واكيده. اما لا، الاتفاق لم يسطى من بعيد او قريب عوده السياحه الطيران العارض الى شرم الشيخ والغردقه او مرسى علم، ده واضح، يعني واضح ان احنا لسه عندنا مشكله نحلها ازاي بقى؟ نعم، نحل ازاي يعني؟ المفروض ان احنا نعمله عشان تعود السياحه مره اخرى، نستغل بقى الظروف اللي يعني الرئيس الروسي كان موجود هنا في مصر، طبعا عوده البضائع دي معناها بدايه لعوده العلاقات المصريه الروسيه، فاحنا اللي في مجال السياحه وفي المجالات كلها لما يبقى في مثلا تكاتف سياسي، تكاتف ثقافي، برضو بيبقى في مجال السياحه، احنا بقى فاضل لنا ايه عشان نعمل كده ونخلص المرحله دي علشان برضو نستفيد من عوده السياحه الروسيه؟ لا بص، بجانب الحكومه المصريه عملت كل ما هو مطلوب منها من الحكومه الروسيه، يعني الحكومه الروسيه بتقول كانت عاوزه شوي يعني اشياء لتامين المطارات المصريه التي تنزل فيها الطائرات الروسيه مثلا او الشرطه. احنا انا بدي مثل قوي جدا، بقول ايه، انت عارف حضرتك الطيران الانترناشونال العالمي زي لفتهانزا وكي ال ام والايطاليا، الطيران ده ما بيطيرش اي مقصد لاي بلد الا اذا تكون مؤمنه ومطاراتها تتبع الرولز اللي هي القوانين العالميه للطيران المدني، تمام كده؟ فاذا الطيارات دي بتطير عندنا، فاحنا مطاراتنا مؤمنه 100%، والدليل على ذلك هم بيطيروا عندنا. فطيب احنا الروسي بقى، الجانب الروسي بيطلب طلبات ثانيه، احنا عملنا كل هذه الطلبات يعني وتكاد تكون طلبات يعني غير ضروريه، لكن عملناها، وبدليل ان كميه الطيارات العالميه تطير عندنا وتنزل في مطاراتنا جميعا. وبالتالي احنا الدور اللي المفروض نعمله الحكومه المصريه عملته، فاحنا مستنين بقى من الدور الجانب الروسي. طيب احنا كمان علشان يبقى عندنا عوده للسياحه، حضرتك بتقول المنشآت غير جاهزه، طب احنا ناقص لنا ايه عشان المنشآت دي تكون جاهزه؟ ليه ما يبقاش فيها صيانه؟ الصيانه ثم الصيانه. حضرتك لما انت عندك، لو عندك شقه وهملتيها لمده 3 4 سنين، تمام، بيحصل فيها ايه؟ عاوز صيانه. طيب اذا كان صاحب الشقه ده ما عندوش فلوس سيوله بسبب المشكله اللي هي مفيش موجود سياحه، تمام، احنا عانينا بقالنا 7 سنين، تمام، لان انت عارف حضرتك كانت اوروبا بتمثلنا حوالي من 75 ل 80% تصدير السياحه لينا، اما خد القرار السياسي بتعجزنا في عن طريق الاقتصاد، ضربنا في عن طريق السياحه، وحاجه بتعاملنا السياحه، احنا شعرنا بالازمه وبتنينا بقالنا 7
ولسه بنعاني، ما زلنا بنعاني، القطاع بيعاني من تاثير عوده عدم عوده السياحه الاوروبيه. فبالتالي انا النهارده انا عشان استقبل، واحنا بنعمل دعايه وبنعمل تسويق وبنحضر مؤتمرات عشان نرجع السياحه، وبنحارب الفكر بالفكر، وبنزيل الصوره الايمج اللي كان سيء في الخارج. فهمتني ان الدعايه مضاده كانت موجوده. الكلام ده كله بنعمله عشان رجوع السياحه. طيب حضرتك سالت سؤال، لو رجعت السياحه هتلقى الفرادة اقول لك مهلهله، لانها عدم توفير السيوله لعمل الصيانه والمحافظه على العماله، ده هيؤدي الى مشكله كبيره جدا. فلابد من الحكومه توفير السيوله وفورا. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحيه والخبير السياحي. هنروح دلوقتي اليوم السابع واللي اهتمت بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه، وزي ما قلت لحضراتكم في البدايه طبعا تم فيها الاعلان عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من حقل ظهر الى الشبكه القوميه، وعلى لسان الملا الانتاج سيصل الى اكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا في يونيو 2018. اليوم السابع لسه فيها، ونقلت عن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية عمرو المنيري، اللي قال إن المالية وعلى لسانه 15 مليار جنيه حصيلة لجان المنازعات الضريبية خلال عام. عمرو المنير كمان له تصريحات مهمة جدا، و الوزير نفسه موجود في فرنسا وفي اهتمامات كبيرة جدا على فكرة مالية هتشوفوا صداها في الفترة القادمة، وبرفقته برضو النائب. جلالة الدستور اهتمت بحديث أول رئيسة اتحاد طلاب بالجامعات، واللي قالت إن أمنيتها إن تكون عميدة لكلية الهندسة. قالت أمنياتي أكون عميدة لكلية الهندسة، ودي رغبة طبعا من الممكن أن تتحقق في القريب العاجل. دي إيمان راغب رئيس اتحاد طلاب جامعات كفر الشيخ، وهي أول طالبة بتحصد منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعات في تاريخ الجامعات المصرية. المرأة قادمة. جريدة الدستور كتبت تحت عنوان عبد الغفار يتابع تصنيع أول سيارة كهربائية. عبد الغفار ده اللي هو خالد عبد الغفار طبعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي اهتمام الدولة طبعا بالبحث العلمي الدكتور عبد الغفار تلقى تقرير حول الزيارة اللي أجراها لجامعة عين شمس، واللي تضمنت تفقد مشروع السيارة الكهربائية ذاتية القيادة، واللي أعده فريق عمل من طلاب الدكتوراه والماجستير بإشراف مجموعة من أساتذة كلية الهندسة. وزي ما قلت لحضراتكم في اهتمام من الدولة في الفترة الأخيرة بالبحث العلمي ووضعه على قائمة الأولويات. فيما يخص بقى زراعة القمح، روزا اليوسف نشرت أبرز ما جاء بتقرير لوزارة الزراعة. التقرير ده كشف أن في مساحات مزروعة قمح تجاوزت 2 مليون فدان، وحتى 12 ديسمبر الجاري وصل 2 مليون فدان زي ما قلت لحضراتكم، ده بكافة محافظات الجمهورية. ودكتور حامد عبد الدين المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة قال أن المساحة المستهدف زراعتها هذا العام هي 3 ملايين و250 ألف فدان، وطبعا في استعدادات عشان يوصل لهذا الغرض. مصر اليوم بقى أشارت لمغادرة سفينة الأبحاث الصينية ميناء سفاجة، وده بعد تزويدها بالوقود للبدء في إجراء أول تنقيب عن البترول والغاز الطبيعي على سواحل البحر الأحمر في الحدود المصرية من سفاجة، وحتى بعد طبعا ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وكتبت تحت عنوان سفينة أبحاث صينية تبدأ التنقيب عن البترول بالبحر الأحمر، والصحيفة كمان أكدت أن وزارة البيئة اشترطت استبعاد مناطق المحميات والغوص وشواطئ الجزر من البحث. اهتمام مصر في الفترة الأخيرة كمان زي ما قلت لحضراتكم بالمحميات، واللي جت طبعا في سياق الخبر ده من الممكن أن يكون مؤشر أن تكون مصر في الفترة القادمة كمان تهتم بسياحة البيئة، لأن في ناس بتسافر بعض الدول خصيصا عشان زيارة المحميات الطبيعية. هنروح دلوقتي مع حضراتكم لفقرة الكاريكاتير. ونروح لكاريكاتير تاني من الشرق الأوسط بريشة الفنان أمجد رسمي، وهو عن قطر برضو. السبيل
كل دي كاريكاتير عن محاولة توجيه نتنياهو أنظار العالم إلى غزة بدلا من القدس. الاتحاد الإماراتي ده كاريكاتير بريشة الفنان شريف عرفة عن القضاء على داعش. البيان الإماراتي ده كاريكاتير بريشة الفنان عامر الزعيبي عن إيران. وعن نفس الموضوع كاريكاتير بريشة الفنان سالم الهلالي من عقاب السعودية. تايمز البريطانية ده كاريكاتير عن خروج بريطانيا من البريكست. هنتعد دلوقتي الفاصل، وبعد الفاصل على طول هنشوف أبرز ما جاء في الصحف العربية والعالمية. فاصل ونعود. هنروح دلوقتي لفقرة الصحافة العربية والدولية، ونهتمت بمجموعة كبيرة من الصحف أيضا المحلية ونقلتها دوليا. هنبدأ بموقع بلومبورج، واللي اهتم زي ما قلت لحضراتكم في البداية ان معظم الصحف سواء كانت مصرية او عالمية اهتمت بموضوع انتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر. كتبت هذا الموقع، كتب تحت عنوان حقل الغاز العملاق في مصر يبدأ الانتاج، والتقرير اكد ان مصر باتت اقرب لهدفها المتمثل في الاكتفاء الذاتي من الطاقة. اهتم ايضا هذا الموقع بتصريحات وزير البترول طارق الملا، واللي اعلن اليوم ان حقل ظهر يعد من اكبر الحقول البحرية في البحر المتوسط، وأكد كمان أن الانتاج اليومي من المتوقع أن يرتفع لحوالي مليار قدم مكعب في يونيو و2.7 مليار بحلول نهاية 2019. الملا كمان قال أن الانتاج من الحقل سيساعد مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتخفيف العبء على ميزانية الدولة وخفض كمان الأهم بقى فاتورة الواردات. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن القاهرة مدينة نابضة بالحياة وكمان صديقة لأصحاب الميزانيات المحدودة، لأنها بتمثل وجهة كبيرة ورائعة لمن يودون القيام برحلات سياحية بأسعار مناسبة. الحقيقة لو إحنا اهتمينا بهذا الموضوع اللي كتبه عننا صحيفة نيويورك تايمز، ده أكبر دعاية سياحية لمصر. هي قالت إنها أي حد عايز يقوم برحلات سياحية بأسعار مناسبة ممكن يروح أماكن كتيرة جدا في القاهرة. كمان لوكاس بيترسون مراسل الصحيفة كان في القاهرة وقام برحلة هناك علشان يتأكد بنفسه ان الكلام ده صحيح. فراح فين بقى؟ راح اهم مناطق تاريخية واماكن في مصر زي مسجد محمد علي، قلعة صلاح الدين، الكنيسة المعلقة، الاهرامات اللي بتقع طبعا بالجيزة، ونهر النيل، والكثير من المتاحف والكنائس وكمان المساجد القديمة. وقال ان هو كان منبهر جدا بكل معالم القاهرة، وكمان ركز في تقريره على مذاق الاكل المصري. طبعا مصر مشهورة جدا بمجموعة كبيرة جدا من الاكلات السائحين بينبهروا بيها، وقال كمان ان هو بالنسبة له تعتبر القاهرة ارخص سعر بالنسبة لكل المقاصد السياحية الاخرى على مستوى العالم، لانها طبعا هو بيعتبرها الوجهة الأنسب لأصحاب الميزانيات المحدودة. وقال كمان أنه هو جلس في مقهى بوسط البلد وكان معاه صديقه مصري، وطلب 3 أكواب من الشاي بالنعناع ودخن 2 من الشيشة، وكان كل ده ب 35 جنيه فقط. صحيح لازم يقول لنا هو كان فين بالظبط. صحيفة سان البريطانية بقى كتبت تقرير بعنوان في منتصف الشتاء بلندن يمكنك الاستمتاع بالبحر في مصر. ده برضو اهو دعاية سياحية جميلة لمصر. سان البريطانية اشارت ان الجو في مصر خاصة في مدينة الجونة بيعد رائع جدا، وقالت ان الجو في لندن بقى في منتصف الشتاء شديد البرودة، اما في الجونة فيمكنك في منتصف الشتاء الاستمتاع بالبحر والجو الرائع. الصحيفة قالت لكل القراء عليكم الذهاب الى الجونة من أجل الاستمتاع بالعطلة. الجريدة الكويتية أشارت إلى اندلاع مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقالت إن ده أسفر عن استشهاد أكثر من 3 شهداء فلسطينيين و350 جريح.
أما الغد الأردنية فكتبت مقال بعنوان فلسطين في الوجدان العربي، إن البعض زي ما بتقول الجريدة بيظن إن ما يحدث في عدد من الدول العربية من أحداث ونزاعات داخلية وحتى حروب طاحنة سيشغل الشعوب عن القضية الفلسطينية وسيترك الفلسطينيين وحدهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والداعمة الاستراتيجية له الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظر صحيفة الغد الأردنية طبعا. واعتبرت أن التنديدات التي قامت بها الشعوب العربية واللي انطلقت رافضة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الوجدان العربي لا يمكن أبدا أن يترك القضية المركزية الأهم من وجهة نظره وهي القضية الفلسطينية مهما كان حجم وطبيعة القضايا الداخلية والخارجية اللي بتشغل العالم العربي. دي الحقيقة واللي أثبتتها التجارب السابقة والتجارب الحالية كمان. التحدي الإماراتية أشارت الحقيقة إلى تحرير قوات الشرعية اليمنية مدينتي بيحان وعسيلان في اليمن، وقالت أن بتحرير هذين المدينتين سيتم إغلاق الممرات اللي يتم استخدامها لتهريب الأسلحة إلى صنعاء. كده دي كانت آخر حاجة عندنا النهاردة في منشط، غدا إن شاء الله لقاء جديد. بحب أقول لكم إن في ميعاد جديد للبرنامج في 10:30 مساء، إن شاء الله أشوفكم بكرة على خير. لكم تحية أسرة البرنامج وتحياتي أنا رانيا هاشم، وإلى اللقاء.